السياح يقبلون على بريطانيا من كل بقاع العالم وبأعداد غير مسبوقة في هذه الفترة من السنة قبل بضعة أيام فقط من انطلاق حفل زفاف الأمير ويليام وكيت ميدلتون. الجميع يريد زيارة كنيسة ويستمنستر التي ستجري فيها طقوس الزفاف والقصر الملكي في العاصمة لندن والتقاط صور تذكارية لهذا الحدث الذي ينعش القطاع السياحي. اسمي جايكوب، أنا دليل سياحي. نحن مشغولون كثيرا كما ترى حواليك. هناك الكثير من السياح، جميعهم أتوا من أجل رؤية كيت وويليام. الفنادق كلها ممتلئة خلال نهاية الأسبوع هذه، ونتوقع قدوم عدد أكبر الأسبوع المقبل من مختلف البلدان. ويقول ألف الناس إن الأجواء ممتعة هنا، فالشمس مشرقة والأمطار لا تهطل دائما كما يعتقد، لذا الكل يريد القدوم إلى لندن. مبعوث يورونيوز إلى لندن علي شيخ إسلامي ينقل هذه الأجواء قائلا: السياح يتوافدون على لندن وينتظرون في الطوابير دورهم لزيارة كنيسة ويستمنستر التي ستحتضن الحفلة يوم الجمعة. كل شيء يهون من أجل رؤية أين سيتزوج الأمير ويليام وكايت، كما يبدو على الوجوه المارحة للسياح الواقفين في الطابور كهذه السيدة: جئنا لزيارة الكنيسة قبل حفل الزفاف، ما يسمح باتخاذ فكرة عن حجم الأشياء وعن مكان كل واحد، وسيتحول كل ذلك إلى ذكريات. هذه السيدة تصور كل شيء يتعلق بالحدث وتقول: أصور الفناجين والمناشف وكل ما يتعلق بهذا الزواج، سيكون حفلا ملكيا. إذا كانت العائلة الملكية سعيدة بالحدث الذي قد ينسيها تجربتها التي لم تكن سهلة مع الأميرة ديانا، فإن القطاع السياحي قد يكون أسعد برقم الأعمال الذي سيجنيه.